تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين للوقوف على آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا. دعوني أبدأ الآن مع مراسلنا محمد الزهار، ينضم إلينا من القاهرة. محمد، آخر التطورات والأرقام معك. نعم داليا، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية، بالأمس سجلت أكبر نسبة من المصابين، ودعيني بس أقرأ كي لا نخطأ في الأرقام. وزارة الصحة المصرية أشارت إلى أن الأمس هو أكبر يوم سجلت فيه عدد من الإصابات، 348 حالة جديدة مصابة بالمرض. أيضا الوفيات تمضي في سبيل ربما متوازي أو متساوي على وتيرة تقترب من بعضها، 7 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بشكل عام منذ بدء اكتشاف الحالات إلى 436 حالة. أيضا وزارة الصحة المصرية أشارت إلى أن هناك 70 شخصا خرجوا من المستشفيات بالأمس بعد أن تحولت تحليلاتهم من إيجابية إلى سلبية، وشفوا تماما وغادروا المستشفيات إلى منازلهم، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تعافى بالفعل بشكل كامل من فيروس كورونا بحسب وزارة الصحة المصرية 1632 شخصا. بينما قالت الوزارة أن الحالات التي تحولت من إيجابية للمرض إلى سلبية بشكل عام بلغ حوالي 2139 حالة، بما فيها 1630 حالة المتعافية. على أي الأحوال، التصريحات الصادرة عن المسؤولين المصريين تشير إلى أنه رغم هذه الزيادة الكبيرة في الأعداد بالنسبة للمصابين الجدد، إلا أن هذه الأرقام تأتي في إطار ما هو مخطط ومتوقع من قبل السلطات المصرية. نعم، من المفترض خلال اليومين المقبلين، غدا أو بعد غد، يجتمع مجلس الوزراء المصري للنظر في أمر تجديد مسألة الحظر أو تحديدها أو تغييرها من عدمه، حسب ما قال رئيس الوزراء قبل أسبوعين عند تمديد أو عند إعلان الحظر قبيل بداية شهر رمضان المبارك. نعم محمد، تفضل بالبقاء معي. أنتقل الآن إلى مراسلنا سيف الدين العامري، ينضم إلينا من تونس. سيف، أهلا بك. ماذا نقرأ في الأرقام أيضا في تونس؟ وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، وأيضا عن حالتي وفاة، وأيضا تعلن عن عدد من حالات الشفاء. نعم داليا، في الحقيقة على الرغم من هذه الأرقام التي تعتبر إيجابية بشكل أو بآخر في المنحنى التونسي، إلا أن وزير الصحة يقول أن الإخلالات في اليوم الأول من الحجر الصحي الموجه قد تضعنا في موقف هش. التفاصيل طبعا داليا هي أن الحجر الصحي الموجه قد دخل حيز النفاذ منذ أمس الاثنين على مراحل 3، المرحلة الأولى إلى حد 24 من الشهر الجاري شهر مايو. طبعا هذه الفترة سيتم فيها إعادة فتح تقريبا كل المهن التي تضررت كثيرا في الحجر الصحي العام، المهن الحرة، الحرفيين، طبعا الباعة المتجولين، ومهن أخرى صغيرة كطبعا غسل الثياب إلى آخره. طبعا هذه المهن مطلوبة جدا وهي يومية في تونس، وإنما تضررت كثيرا في الفترة الماضية. الجزء الثاني طبعا أو المرحلة الثانية من الرفع التدريجي هو في شهر حزيران يونيو. هذه الفترة مهمة لأن الأنشطة الثقافية والسياحية وأيضا دور العبادة ستعود إلى العمل. الفترة الثالثة طبعا ستكون مخصصة لرياض وحضانات الأطفال التي ستعود إلى العمل في أواخر شهر يونيو حزيران. الإشكال طبعا كما قال يعني عبر عنه وزير الصحة هو أن المعضلة هي ما يتعلق ب يعني خرق الإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي، عدم التزاور، لبس الكمامات، طبعا تعقيم اليدين. الحالة عادية في الشارع التونسي، كل الأسواق مكتظة على عكس كل ما أوصت به وزارة الصحة التونسية. إليك داليا. نعم، تفضل بالبقاء معي سيف. أيضا ينضم إلينا الآن الرياض مراسلنا حمد المحمود. حمد، أهلا بك. أيضا نتابع معك أبرز ما تم الإفصاح عنه من قبل وزارة الصحة السعودية أمس، أيضا عن أعداد المسجلة.
نعم بكل تأكيد داليا، وزارة الصحة في بياناتها اليومية التي تعطي المؤشرات الخاصة بهذا الفيروس. نحن الآن هنا في المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم للسيطرة والتحكم الخاص بوزارة الصحة، والذي كان قد أنشئ قبل أشهر لمفهوم الصحة بشكل عام في المملكة العربية السعودية، ولكن وجه خلال هذه الفترة للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر. هذا المركز يعطي المؤشرات والدلائل والإحصائيات والأرقام التي يمكن من خلالها بناء القرارات وتوجيه خدمات وزارة الصحة وأيضا الخدمات الأخرى في بقية قطاعات المملكة العربية السعودية للشكل الصحيح عبر الأرقام والإحصائيات وأيضا المعلومات الدقيقة التي تنتج عن هذا المركز. بشكل عام عن فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، حتى يوم أمس سجل أكثر من 28 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، منها تم الشفاء منها 4000 حالة، وعدد الوفيات 191 حالة بالنسبة المئوية، قرابة 20% من المصابين منهم من المواطنين، 80% من غير المواطنين. أيضا بالنظر إلى نسبة الذكور والإناث، تقريبا الإناث بنسبة 13%، أما الذكور هي النسبة المتبقية. بشكل عام هذه الحالات التي تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية، وإن كان يوم أمس سجل الحد الأعلى والرقم الأعلى 1645، في هذه الحالات تتنوع ما بين الحالات النشطة والحالات الحرجة، وإن كانت بنسبة بسيطة الحالات الحرجة، ولكن الغالبية هي للنسبة أو للفئة النشطة ويتم المعالجة معها وحجرها. بقي فقط أن أشير إلى أن هذه الحالات التي يتم تسجيلها، وإن كان ثلثها يتم في المنطقة الغربية في مكة والمدينة وجدة، وبقية الأرقام تتوزع في المملكة العربية السعودية. نعم نعم، تفضل بالبقاء معي حمد. أيضا تنضم إلينا الآن من باريس مراسلتنا عز غريبة. عز أهلا بك، كيف يبدو المشهد في باريس مع توجه فرنسا شيئا فشيئا ربما لتخفيف بعض القيود المفروضة فيما يخص إجراءات الحجر المنزلي؟ تخفيف هذه القيود كما ذكرت داليا، والخروج تماما من إجراءات الإغلاق التام والعزل المنزلي في مناطق محددة من فرنسا. بالنسبة لباريس وضواحيها هي باللون الأحمر، وبالتالي هناك انتشار كبير للفيروس، وهناك عدد كبير من المصابين لا يزالون في أقسام العناية المشددة، وبالتالي هناك تساؤل حول كيفية خروج هذه المنطقة من الإغلاق التام والحجر الصحي بعد نحو 6 أيام، ومشاعر الخوف والارتباك منتشرة بشكل كبير هنا. الخوف لأن إرسال الأطفال إلى المدارس يقلق الكثير من الأهل، هناك رعب حقيقي من موجة ثانية من انتشار الفيروس فيما لم تنحسر بعد الموجة الأولى. عدد الوفيات، وإن تراجع عدد الوفيات اليومي، ولكن عدد الوفيات الإجمالي فاق 25,000 وفاة. في هذه اللحظات الرئيس الفرنسي يزور إحدى المدارس في المنطقة الباريسية والتي لم تتوقف عن العمل، لأن أهل هؤلاء الأطفال يعملون في المجال الطبي، هم من الطاقم الطبي الذي يعمل ليل نهار في المستشفيات، وبالتالي كان لابد من ترك بعض المدارس مفتوحة لأطفال هؤلاء. بالتالي البحث عن سبل فتح المدارس، عن الإجراءات التي يمكن أن يطبقها التلاميذ الصغار، هي مصدر إرباك للحكومة الفرنسية. نعم تفضلي بالبقاء معي عزة. أيضا ينضم إلينا الآن من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف أهلا بك. على ما يبدو بأن بريطانيا الآن ما زالت في مرحلة حرجة، الآن هو يعني احتساب عدد الوفيات الآن مع الأخذ بالاعتبار من توفي في دور الرعاية. بالفعل داليا، هناك جدال كبير وهناك اتهامات موسعة للحكومة بأنها لا تقدم الأرقام الحقيقية فيما يتعلق بأعداد الوفيات، لأنها تكتفي فقط بالأعداد الذين يتوفون في المستشفيات. أما من يلقون حتفهم في دور الرعاية، وهم دور رعاية المسنين تحديدا، فهو هؤلاء بالألاف بحسب مكتب الإحصاء الرسمي الذي أصدر تقريرا قبل قليل، قال فيه إن هذه الوفيات خلال أسبوع واحد تضاعفت وبلغت قرابة 6,000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا فقط. إذن فالأرقام الحقيقية بشأن الوفيات ربما تقدر بعشرات الآلاف في بريطانيا بسبب هذا الفيروس، وهي أعلى بكثير مما تعلنها الحكومة، وهي الأرقام التي تقترب تقريبا من 30,000.
بالنسبة للحكومة فهي تعكف حاليا على إعداد خطة لتخفيف الإغلاق، لأن معدل الوفيات ومعدل الإصابة بالفيروس قد تراجع، ليس بدرجة كبيرة ولكنه يحقق ما ترغب فيه الحكومة. هي تعد خطة وتعليمات محددة لأصحاب الأعمال للالتزام بها للحفاظ على سلامة الموظفين خلال العمل، ومن هذه الخطة إعادة تخطيط أماكن العمل، تحديد أوقات تقسيم أوقات العمل بين الموظفين لمنع التكدس، تخصيص أماكن الدخول والخروج، وضع علامات على الأرض بشكل واضح لتحديد مسافة المترين للتباعد الاجتماعي وغير ذلك من الأمور في خطة سيعلنها بوريس جونسون خلال أيام. شكرا لك أشرف، وأيضا الشكر موصول لشبكة مراسلين حيث تابعنا معكم آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا.